أعتقد أنه تفسير ما يحدث حاليا هو أنه يعني هذه العملية وهجوم 7 من أكتوبر جاء في مرحلة فعلا مهمة جدا، ومرحلة يعني انتقالية سواء على مستوى النظام الدولي أو حتى على مستوى النظام الإقليمي. تعرف قبل ذلك كان هناك انشغال بجهود التطبيع مثلا السعودي الإسرائيلي، هناك انشغال ب يعني ما تفعله إسرائيل أكثر بكثير مما يعني نراه حاليا. الآن في رأيي الشخصي أن جزء مما يفسر الصمت العالمي والصمت العربي الرسمي هو ما كان قبل 7 أكتوبر. يعني فعلا كانت القضية الفلسطينية وصلت إلى وضع من التهميش الخطير جدا، الذي أدى إلى أنه يعني العالم يتفهم أو يطبع نفسه مع أن تكون هناك مجزرة إسرائيلية في غزة، مجزرة دائمة لمدة 6 أشهر بدون أن يحرك ساكنا. فجزء مما يفسر هذا الصمت الدولي هو فعلا ما كان قبل 7 أكتوبر. فعلا وضعية القضية الفلسطينية كانت وصلت إلى وضعية سيئة جدا، خصوصا عربيا وإقليميا. وهذا على كل حال مع جهود إدارة بايدن التي المنشغلة بالأزمة الأوكرانية، المنشغلة بالتطبيع الإقليمي، المنشغلة بكيفية التعامل مع إيران بدون أن توقع معها أو تعيد توقيع اتفاق نووي. كل هذا يعني عمل أرضية لتجاهل ما تفعله إسرائيل حاليا. وإن كان يعني دعنا نقول أيضا أنه يعني لا يتصور أنه هذا يمكن أن يستمر لفترات طويلة. يعني هو التقديرات أنه هذه الحرب ربما تستغرق أغلب شهور هذا العام، يعني ربما 6 أشهر 7 أشهر قادمة. لكن رغم ذلك في اعتقادي أن هناك تغيرا ما يحدث، حتى خصوصا في المواقف الغربية. يعني مثلا كندا كما ذكرت تصدير السلاح، عادت إلى تمويل الأونروا مرة أخرى، استراليا كانت أوقفت تمويل الأونروا عادت واستأنفت هذا التمويل. يعني نحن في لحظة مفصلية، فعلا الميدان له كلمة فصل، لكن أبرز ما يحدث حاليا في رأيي الشخصي هو قدرة نتنياهو على الاستمرار في المناورة والاستمرار بالتلويح في عملية في رفح، أو ربما حتى تنفيذ هذه العملية. وفي نفس الوقت إدارة علاقة مركبة جدا مع الوجهة الأمريكية التي لا ترغب في الضغط عليه بشكل جدي وفاعل. والوجهة الأمريكية يبدو أنها بدأت تقتنع أنها عليها أن تبحث عن مخارج زي مثلا ميناء غزة مثلا أو إلقاء المساعدات جوا، وهي قوة عظمى وتستطيع أن تفعل ما هو أكثر من ذلك. لكن يبدو أنه فعلا إدارة بايدن أسيرة فعلا لنتنياهو، وليس يعني أصبح هو بايدن هو الرهينة عند نتنياهو وليس العكس.